السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة طريق المعرفة. لأول مرة تشوفوني يا ريت تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس علشان يوصل لكم كل الفيديوهات الجديدة، ولو عجبكم الفيديو ما تبخلوش علينا باللايك. النهاردة إن شاء الله هنستعرض أهم التصريحات اللي قالها جورج قرديحي في برنامج شيخ الحارة مع الإعلامية بسمة وهبة. أول تصريح إن هو رد على اتهامه بفبركة برنامج المسامح كريم، وقال إن برنامج المسامح كريم ليس مفبركا، وقال إن البرنامج حقيقي 100% ولا يوجد شيء مفبرك، الشخصيات حقيقية والقصص حقيقية. وقال كمان إن هو ما يقبلش بعد المسيرة المهنية بتاعته دي كلها إن هو يعمل شيء مفبرك. وقال كمان خلال حديثه مع الإعلامية بسمة وهبة إنه ما يقدرش يغش المشاهد، وحتى لو البرنامج مفبرك هيتعرف بعد حلقتين أو ثلاثة، لكن البرنامج نجح وده أكبر دليل إن البرنامج حقيقي 100%. واتكلم كمان عن هدوءه في البرنامج اللي وصفه البعض بالبرود، فقال أنا لو ما كنتش هادي أو بارد زي ما بتقولوا ما كنتش هقدر أحل المشاكل، لأن حل المشاكل في الاستوديو أشبه بالفخ. يعني لو إحنا حاولنا نحل المشاكل دي بره الاستوديو او بره في الواقع هيهرب كتير جدا من اصحاب المشاكل ديت، زي الحلقه بتاعت الصقر بتاعت الصعيد ان هو الشخص الاخر هو اللي ساعده، وان برود برضه هو اللي ساعده في الحل. واما عن موضوع اعتناق الدين الاسلامي، نفى جورج قرديحي ان يكون قد اعتنق الدين الاسلامي ويخفي ذلك، وقال انا قلت كذا مره ده، انا راجل بيهمني الانسان والاديان كلها وجدت لخدمه الانسان وحمايته في الدنيا والاخره. وقال كمان ان مفيش فرق بين الدين الاسلامي والدين المسيحي، وهناك الكثير من التعاليم الدينيه تتشابه في الديانتين، ولا أرى أي لزوم لتغيير ديني للإسلام لأن جوهر الديانتين متقاربتين، وده على حسب تعبير جورج قرديحي. وأما بخصوص موضوع التطبيع مع إسرائيل، قال أنا أؤيد التطبيع مع إسرائيل في حالة واحدة فقط، وقال أنا أؤيد التطبيع مع إسرائيل في حالة أن وافقت إسرائيل على حل القضية الفلسطينية، وإذا أصبح الشعب الفلسطيني دولة حرة مستقلة ذات سيادة ويحكمها الفلسطينيين، وعلى أرض فلسطين مع القدس الشرقية عاصمة لفلسطين، وقتها من الممكن أن نتحدث عن التطبيع. أما عن مشكلته بقى مع قناة الحياة، قال إنه كان له عقد مع قناة الحياة لكي يقدم برنامج من سيربح المليون، وكان البرنامج بالجنيه المصري ومدته 3 سنين، وعرضت أول سنة والسنة الثانية اتوقف البرنامج، واقترح أن يكون البرنامج توك شو، ولكن ظروف مصر وقتها لم تسمح بذلك، أصحاب المحطة لم يدفعوا لي المبلغ، وقلت لهم هسيب لكم النص، وتم عمل تسوية وتقسيمها على 4 شيكات بس هم نفضوا له وما دفعولوش حاجة، فعلشان كده لجأ للمحكمة وأخذ أمواله، ولكن الأموال كانت ناقصة بسبب نقص الجنيه أو انخفاض قيمة الجنيه. ودي كانت أهم التصريحات اللي قالها جورج قرديحي مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج شيخ الحارة. يا ريت لو عجبك الفيديو يا ريت لايك وشير للفيديو، وسيب لنا رأيك في التعليقات، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.